الأبراج الأسوأ مزاجاً وفقاً للمنجمين. يكشف الخبراء لنا عن العلامات الفلكية الأكثر سخونة وعصبية. لا أحد سعيد طوال الوقت، واعتماداً على شخصيتك يمكن أن يؤدي اليوم السيء أو التوتر المستمر إلى تصعيد المشاعر السلبية لديك. من الطبيعي أن تؤدي بعض المواقف في الحياة إلى إثارة المشاعر، ولكن بحسب مزاعم الفلكيين فإن الطريقة التي يتفاعل بها شخص ما مع حركة المرور أو الجدال مع صديق أو مشاكل العمل سوف تختلف اختلافا كبيرا تبعا لاختلاف البرج الفلكي الخاص بك. هل تتساءل لماذا قد تصبح أكثر مزاجية من الآخرين؟ تابع معي هذا الفيديو من قناة رويش تي في لاكتشاف علامات الأبراج الستة صاحبة المزاج الأسوأ على الإطلاق ضمن الدائرة الفلكية، والتي تعيش حياتها من غليان إلى غليان. البرج السادس على قائمة الأبراج الأسوأ مزاجاً، برج السرطان. نظراً لأن السرطان يشتهر بعاطفته وحساسيته، فمن المؤكد أن نوبات الغضب لا تتبادر إلى الذهن عندما نفكر في هذا البرج، لكن بصدق يمكن أن يكون لدى مواليده أعصاب سيئة. السرطان يحكمه القمر، ومحيطات الأرض مرتبطة ارتباطا وثيقا بالدورات القمرية. علماء الفلك يقولون أنه على هذا النحو يمكن لعواطف السرطان أن تتغير بأسرع ما يمكن تبعا للمد والجزر. ما يعنيه هذا في النهاية هو أنهم يكافحون من أجل تنظيم ما يشعرون به وكيف يستجيبون لمشاعرهم المتخبطة. وهذا ليس دائما مثاليا لشريك مولود السرطان الذي سيعاني الأمرين من سوء مزاجه. البرج الخامس على قائمة الأبراج الأسوأ مزاجا، برج العقرب. في بعض الأحيان يمكن أن يكون برج العقرب مليئا بالألغاز. كعلامة مائية فإن مزاج مواليد هذا البرج يكون سيئا ومتفجرا، لكن ليس كعلامات النار. بدلا من ذلك إنهم يظهرون غضبهم من خلال التلاعب والخداع. مواليد العقرب يتأذون بسهولة، لكنهم أناس ينتقمون بشدة، ومن غير المرجح أن يخبروك صراحة بما يشعرون به. يمكن أن يؤدي ذلك إلى بعض الصراع الشديد اعتمادا على طبيعة الموقف. البرج الرابع على قائمة الأبراج الأسوأ مزاجا، برج الأسد. في حين أن الأسد قد يكون هو القائد في الفريق، إلا أنه غالبا ما يكون جدليا ودفاعيا. تميل الأسود التي تحكمها الشمس إلى الاعتقاد بأنها مركز الكون، ولن تتراجع عن المواجهة إذا تم تحدي نظام معتقداتها هذه. عندما يصاب غرورهم بالكدمات يمكن أن يظهر الأسود مزاجا غريبا إلى حد ما، ولكن في أغلب الأحيان يكون هذا رد فعل ناري لإخفاء الشعور الكامن بالألم وانعدام الأمان. البرج الثالث على قائمة الأبراج الأسوأ مزاجا، برج العذراء. بينما يعرف العذراء بأنه برج القلق، يمكن أن يكون لدى مواليده ميول عصبية ومزاجية مع الأصدقاء المقربين وأفراد العائلة.
قد تكون هذه العلامة هادئة عند الغضب، لكن لن يستغرق الأمر وقتا طويلا للوصول بهم إلى نقطة الانفجار. مواليد العذراء يميلون إلى التفوق في الجدال اللفظي وتقديم الحجج والانتقادات اللاذعة. في النهاية من المهم أن يكون العذراء يقظا. يحتاج هذا البرج حقا إلى تذكر أهمية التراجع خطوة إلى الوراء والتقاط أنفاسه. البرج الثاني على قائمة الأبراج الأسوأ مزاجا، برج الجدي. الجدي هو حصان أسود قليلا عندما يتعلق الأمر بمشاعره. ظاهريا تبدو مواليد هذا البرج باردة هادئة، ومع ذلك لديها ميول مهووسة، ويمكن أن تكافح من أجل ضبط أعصابها عندما لا يتم تنفيذ جداولها الصارمة بشكل مثالي. نظرا لأن كوكبهم الحاكم هو زحل، كوكب العزم والقيادة، يمكن أن تعرف هذه العلامة بصلابتها وقصر فتيلها. البرج الأول على قائمة الأبراج الأسوأ مزاجا، برج الحمل. ليس سرا برج الحمل ناري، وعندما يتعلق الأمر بمزاج مواليده لا يوجد ما يعيقهم. برج الحمل هو القائد العام للحجج المتفجرة، وهو يذهب في عصبيته بعيدا. يقود المريخ كوكب العاطفة والطاقة هذا البرج، لذلك عندما تسير الأمور على ما يرام فهم أيضا يسيرون على ما يرام، ولكن عندما تفشل الخطة سيكافح برج الحمل للسيطرة على غضبه. ومع ذلك هناك أخبار سارة للأشخاص الذين يحتاجون إلى التعامل مع مشاعر الحملان الملتهبة. هذه علامة تنفجر بسرعة لكنها تهدأ بسرعة أيضا. اكتب لي في التعليقات ما هو البرج الفلكي الذي تنتمي أنت إليه، وأي برج من الأبراج بنظرك هو الأسوأ مزاجاً؟